بزاف فرحانه كي طلقوا صراحه بابا، ونشكر كل اللي وقفوا معانا من فنانين، الناس، العائله، الاقارب كاع. انه ماشي غير ماليا اللي نسحقوا، حنا مام الدعم المعنوي والله غير يزيد. عجبني حسيت درك شغل منامه وجازت، كنا شغل كابوس وخلاص. و هذوك الناس اللي وقفوا معانا والدنيا زادوا لنا الصبر تاعنا، وزادوا الاصرار تاعنا والاراده تاعنا. نشكر كل الناس، ونشكر العداله الجزائريه اللي طلقوا لنا صح بابا. خلوا تعريضه، الحمد لله رانا امام السجن، المؤسسه العقابيه نتاع الحراش. جينا نديو رضا معنا بارتي، راهو خرج براءه بعد التحقيق. السلام عليكم. اولا نشكر السلام عليكم اولا نشكر الحاجه الاولى الله عز وجل، ثانيا الشعب الزواولة، الرجال كاع اللي وقفوا معايا واللي امنوا ببراءتي واللي امنوا بقضيتي واللي امنوا باللي ريدة ما دار والو، ثالثا اداره سجودات إدارة السجون، ملي غارديان، شاف كارتي، شاف ديتونسيون، حتى المدير، الأطباء اللي سهروا عليا لداخل، الطبيبة تاعي مدام صوات وشاف ميدسان مدام نيلي اللي وقفوا معايا، الفراملة كاع يعني قاموا بعمل يعني كانوا معايا صباح وعشية، خاصة كي مرت. نشكر كامل وسائل الاعلام، خاصة قناة الشروق وعلي فوديل وخويا وحبيبي حياة تاع قناة الحياة هابت حناشي زميل وحبيبي تانيك، وكامل مدونين عدو سمار، كامل الاحباب، حتى عدلان ملاح اللي كانوا معايا داخل الحفل، كاكي كامل، كتر خيرهم ويعطيهم الصحة وكتر خيركم. الحمد لله، اليوم رانا فرحانين كي خرج خونا وحبيبنا رضا وليد خالتي، وكما نقولوا كثر على خويا. الحمد لله رانا فرحانين كما فرحانين كاع الجزائريين، والحمد لله كانت يعني الثقه نتاعنا في العداله الجزائريه كانت في محلها، والحمد لله اليوم ظهر الحق وربي يطلق صراحه كل مسجون مازال داخل، وهذه هي. والحمد لله ورانا فرحانين كما فرحانين كاع الجزائريين. السلام عليكم، جينا من قسم طينا، رانا فرحانين برضا سيتي ساس، رضا حميم وليد عمتي راه يخرج من الحبس ان شاء الله، والحمد لله رانا مع درنا الثقه في العداله وما خيبتناش الثقه تاعنا، ونستناو فيه دركا يخرج ان شاء الله. Thank you.
انا اخو حميم رضا سيتي ساز. بون الحمد لله رضا اللي طلق صراحه اليوم بعد ما الصباح طلق صراحه سيد القاضي، وش نقولوا ان شاء الله يطلق صراح المظلومين اللي مازالهم الداخل معاه، ونقولوا الحمد لله جات هكذا. اسمع وراهد راهد انسف انسف يا ريتو شيش شاب.